معكم. شوفوا الشكل النهائي ديال الكاطو، شوفوا الكونتيتي الكبيره اللي درنا، راه تبارك الله هذه راه كسعه. شوفوا كي ها نتوما، شوفوا هذا جنب لك بحال شي غريبه، والله ما تشبعوا منه. زعما هذا الكاطو تبارك الله، حنا ما كيخطاناش من الدار لحقاش، يعني مكونات متواجده وداك الشيء زعما ديالو كيجي بنين. دري معايا كاس اتاي، كاس قهوه، ها نتوما. حتى اللي عنده الدراري صيفط معاهم يعني الكوتي، وهذا والله الا كينفع. هذا هو اللي كيحل في الازمات، يجي عندك شي ضيف ولا تلاقي يلقى عندك زعما داكشي زعما، والمكونات ديالو بسيطه. نتمنى تقبلوا علينا وما تنساوناش بلي لايك والاشتراك، ونشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا. بسم الله على بركه الله. هذا انا واحد القريصه نتاع الملح، غادي نديرو الكاطو نتاع الماشينه نتاع الكري الكوتي تاع تاي. بسم الله، غنوريكم المقادير. نديرو ثلاثه نتاع الكيسان تاع الزيت اللي درت بالكله، لان واخا درتيه في القرعه ما درت بالكله ديريكت. ثلاثه نتاع العنب نعبرو بالكاس، المهم كاس ديال العنبه نديرو به ثلاثه. هذا الكاطو داك العادي ثلاثه، ها هي اللي تربينا به، اللي كانوا جدد لا يديروه. نديرو جوج سنيده، جوج كيسان سنيده بنفس الكاس اللي عبرنا به الزيت، غنعبروا به سنيده. واحد الله، ها زوج تاع سنيده، معلقه تاع العسل. هاد المعلقه ديال العسل باش تعطيه الحموريه، كيت يجي حمر. واه الا يجي زين هي تحمر بالجوانب. وهذا نديرو سته د البيضات، البيض ديالنا مغسول، نهرس مغسول، نهرس كوكي وحده، عارفه تخفي البيض، واه تخفي يكون فيه شي وحده. بسم الله على بركه الله. هذيك النقطه الحمراء راه ما تخافوش بها، راه عاديه ديال البيض. واه غير بالنسبه للمبتدئات وصافي، ما راه غالي اغلبيه ديالها حنا نهرس كيكونوا يعرفوا. ها هو انا خمسة، ها السادسة. غادي هذا نخلطو مزيان، ونضيف ربعة الخمارات نتاع الحمراء، فاصلة 8 غرام هادي اللي فيها 8 غرام. 8 غرام حنا كنديرو ارزا، اللي عنده ايديال يدير ايديال نتاع ارزا. هادي لافاني، غادي نخلطو مزيان باش يدير. هادي فيها 8 غرام، 16 غرام نخلطو مزيان. والدقيق نديرو على حساب التروينه، الدقيق حنا درنا، ورحنا نقول لكم دا تلقى الفرصه تاع الملح في القصعه، وراه شوفوا ها المشاهدين في الاول باش يتوازن المذاق وصافي مع السكر. وبالنسبه للفرينه حنا غربلناها، حنا درناها هنايا على حسب الخليط. واه على حسب انت والفرينه، كاين الفرينه كاين اللي تشرب، واه كاين اللي ما تشربش، كانت انت تعجنيها وهي تطلق، وكاين كاين انواع. داكشي علاش الواحد يدير على حسب الخليط، ما نقدروش نعطوكم القدر يعني بالكيلو شحال ديال الفرينه، ما نقدروش. الفرينه ما تقدرش تعطيك غير حقاش كل واحد الفرينه ديالو. ها هي الوالده راه كتخدم داك البيض مزيان مع سنيده مع هي راه غادي ديري دابا الفاني. هاي غادي ندير الفاني زوج، هاي ندفع خميرة، خميرة الحمراء، خميرة والخميرة الحمراء. الكاطو هي أربعة ساشيات،
كاين اللي كيبغي يخلطهم مع الفرينه، كل واحد كيخلطو هكا الاول. واه كل واحد كيبغي زعما يعجن الخليط ديالو. خلطو هكا الاول مع البيض وكلشي باش يتفاعل، عاد هو لان غادي تشوفو يتفاعل مزيان البيض، خاص ما يبقاش متا كتولات ديال لا والو. واه خاص تخلط مزيان. بالنسبه لهذا النوع ديال الكاطو، كاين اللي كيديرو في الماشينه، كاين اللي يدير به لا كيديرو بالبشم، كاين اللي يقدر يدير حتى كويرات ويديرو مع كوفيتير ونوات كوكو ولا لا حسب نتيا وشك. هاد العجينه كنتي تخرج بها ثلاثه الانواع ولا اربعه؟ واه نتيا والابداع ديالك وتقدري تفني. هاد العجينه اللي كنا صحاب بكري كانوا يديروها، كانوا يديروا عجينه وحده كونتيتي كبيره كيخلطوا بها انواع ديال الكونفيتير وديال واه، وتديروا كويرات ودهنوهم بالبيض، ديروا عليهم شويه سنيده، ديروا بالبرشم، ديروا بالماشينه كونفيتير ونوات كوكو. هاي راه كتخلط مزيان. ها هو دروك راه خلط، غادي نضيف الفرينه. الفرينه راه على حساب كلها والفرينه، انا غادي نخلط ونقول لكم هذه الفرينه راه حنا غربلناها، راه ضروري ما تغرب الفرينه. اي حاجه من التفصي يا اما تفصيل كلشي من المراه يعرف له، غير خصو بنات وحنا كنقولوا بالنسبه للمبتدئات وصافي، اللي كيكونوا ما يعرفوش الله يحسن العون، كاين اللي كتعلم غير باليوتيوب. حنا كنوريو هذا الشيء باش نعاونوا دوك المبتدئات اللي يكونوا ما يعرفوش، وحتى حنا غير كنتعلموا، ما حد الانسان في هذه الدنيا وهو كيتعلم. بسم الله. هي العجينه كدايره لا تكون جاريه بزاف، لا تكون تبقى تحبس باش تمشي معاها ما تبقاش تسقط في بعدا ياك. واه اليوم نوريها انا نكمل معكم. هيا خواتاتي شوفوا الماشينه، راه كلشي كيعرفها كنظن، كلشي كيعرفها. وها هو الكاطو، ها هو راه كتشوفوا في الصني كيتشكل علينا، يتشكلنا بهذه الطريقه. المهم نتمنى كلشي يكون واضح. ها انتوما شوفوا معانا، ها بحال اللي دروك ثلاثه ديال الشكالات.